ورجعنا لكم تاني حبايبي الحلوين، وبنكمل درسنا عن الجملة الاسمية. وصلنا لغاية ايه؟ الطلاب مجتهدون. الطلاب مجتهدون. الطلاب جمع ايه؟ هي جمع يا استاذ بس جمع ايه؟ طب وانا هيفيدني بايه الجمع؟ لا هيفيدك كتير، هيفيدك كتير، عشان لما اجي اعربها اعرف هعربها بايه؟ بالضمة ولا بالالف ولا بالواو ولا ايه؟ مش ما لازم اعرف، يبقى لازم اعرف الجمع. نوع الجمع ده ايه بقى؟ بقول عليه جمع تكسير. يعني ايه جمع تكسير؟ نتكلم الاول عن الجموع. الجموع، الجمع عندي جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. يعني ايه جمع مذكر سالم يا حبايبي؟ جمع مذكر يعني بيتكلم عن مذكر مش مؤنث. ولد مذكر، بنت مش مذكر، ده مؤنث، ماشي؟ طالب مذكر، ماشي؟ معلم مذكر. طيب هناخد كلمة جمع المذكر السالم، بيقول لي ايه؟ ينتهي جمع المذكر السالم، وعندي حلقة برضو بجمع المذكر السالم، يا ريت ترجع لها، يا ريت ترجع لها، بس انا هاخدها لك سريعا كده. جمع المذكر السالم، ينتهي جمع المذكر السالم بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. واو ونون أو ياء ونون على إيه؟ على مفرده. يعني إيه؟ مانيش فاهم؟ سريعا كده هقول لك. وبرضه عندي حلقة بجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، يا ريت ترجع لها عشان تعرف تعرف الجملة الإسمية صح. طيب جمع مذكر سالم سريعا كده، بيقول لي جمع المذكر السالم عبارة عن ايه؟ مفرد، مفرد ويزيد عليه بيزيد عليه ايه بقى؟ بيزيد عليه ايه يا حبايبي؟ ها؟ بيزيد عليه ايه؟ واو ونون او ياء وايه ونون. يبقى لازم مفرد وبيزيد عليه واو ونون او ياء وايه ونون. طيب مفرد زي الطالب، الطالب جمعها الطالبون؟ لا طبعا، الطالب جمعها الطلاب. يبقى الطلاب دي اخرها واو ونون؟ لا. اخرها ياء ونون؟ لا. يبقى مش جمع مذكر سالم. طيب الطلاب دي بيتكلم عن مذكر ولا مؤنث؟ عن مذكر. يبقى مش جمع مؤنث سالم. امال ايه بقى؟ ما هو انا عندي ثلاث، ما يطلعش جمع مذكر ولا طلع جمع مؤنث، بنقول عليه جمع تكسير. جمع ايه؟ تكسير. وجمع التكسير عباره عن ايه يا حبايبي؟ جمع التكسير يرفع بالضمه. يرفع بايه؟ بالضمه. لا، مع المفرد. ايوه، جمع التكسير اهو، جمع التكسير. جمع ايه؟ التكسير. يبقى المفرد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم، الطلاب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه جمع تكسير. ممكن اقول الطالب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه مفرد، الطلاب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه جمع ايه؟ تكسير، وعلامه رفعه الضمه لانه جمع تكسير. طيب في عندي كمان، ركز معايا، هناخد الجمله دي. عرفنا الطالبان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه ايه؟ مثنى. هنغير الجمله بحاجه جميله خالص. نشيل كلمه مجتهد بس كده، عشان هنزود حاجه على كلمه ايه؟ الطالب. الطالبة مجتهدة. نعرف كده يا حبايبي؟ ها؟ الطالبة، واحد ولا اتنين؟ واحد بس، ده مؤنث يا أستاذ. أيوه، المفرد سواء مذكر أو مؤنث يرفع وعلامة رفعه الإيه؟ الضمة.
عشان هو مفرد، عشان هو ايه؟ مفرد. تمام؟ طب هنثنيها، هنخليها للمثنى، يعني هنخليهم اثنين، اقول ايه؟ الطا. طب هعمل ايه في الاثنين؟ اعملها ازاي؟ بزود الف ونون على نهايه الكلمه، بزود الف ونون في نهايه الكلمه. طب نهايه الكلمه ايه؟ الطالبه. لا، نهايه الكلمه الطالب. ليه يا استاذ ده اخرها تاء مربوطه ايه؟ صح، اخرها تاء مربوطه، يبقى نهايه الكلمه تاء مربوطه. لا يا حبيب قلبي، طب ليه نهايه الكلمه مش تاء مربوطه؟ لان التاء المربوطه دي اسمها تاء التأنيث. تاء التأنيث يعني ايه؟ بيعرفني ان دي بنت، بيعرفني ان ايه؟ بنت. طبيب مذكر. طب عايز اعرف لما خلاها بنت اقول عليها ايه؟ طبيبة. يبقى اذا التاء دي لمعرفتي بس، عشان اعرف ان هي ايه؟ بنت. في تاء التأنيث تحذف تاء التأنيث، تحذف تاء التأنيث، وازود ايه؟ الطالبة تان، تان، الطالبة تان، الطالبة تان. طيب يا أستاذ، عملنا التاء ده، أنت بتقول لي آخرها ألف ونون، قلبت التاء المربوطة لتاء مفتوح الطالبة تان، لأن التاء المربوطة بتدل على إن اللي أنا بتكلم عنها ديت مؤنث، الطالبة تان. أقول إيه؟ ها؟ نفس الكلام، هخلي التاء المربوطة تاء مفتوحة، يبقى أقول عليها إيه؟ مجتهدتان، مجتهدة، ها؟ التاء المربوطة قلبت تاء إيه؟ مفتوح، وأزود عليها ألف وإيه؟ ونون، مجتهدتان. طيب الطالبتان مجتهدتان، الطالبتان مجتهدتان. لا ده اخرها الف ونون. ايوه اخرها الف ونون تبقى مثنى، يبقى ترفع بايه؟ الطالبتان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف. ليه؟ لانه مثنى. مجتهدتان خبر مرفوع برضو وعلامه رفعه الالف لانه برضو مثنى. طيب هحذف كلمة الطالبتان بدل المثنى دي، وهخلي المثنى ده جمع. جمع، الجمع هنا هيبقى ايه؟ جمع مذكر، لا انا بتكلم عن واحدة، يبقى نقول ايه؟ جمع مؤنث، جمع مؤنث سالم. وكلمة سالم طبعا برضو عندنا الحلقة، يا ريت ترجعوا لها وانتوا هتعرفوا كل حاجة ان شاء الله. يبقى المثنى اخره ألف ونون، اخره ألف وايه؟ ألف ونون، ماشي؟ طيب هنقول بقى دي خالص، هنشيل دي خالص كده ونجمع كلمة الطالبة. الطالبة جمعها إيه؟ الطلاب؟ لا ده الطلاب جمع طالب، مفردها طالب. أمال الطالبة جمعها إيه؟ الطالبات. الطالبات، الطالبات. لا 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 لا، برضه ضمه؟ لا، هم في ثلاثه يرفعوا بالضمه؟ ايوه في ثلاثه يرفعوا بالضمه، المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وجمع الايه؟ المؤنث. طب هعرف، الله اكبر، لازم لوحده، هعرف جمع المؤنث ازاي؟ هعرفه ازاي جمع المؤنث يا حبايبي؟ بعرف جمع المؤنث ليه؟ لما يكون اخره ألف وتاء، ألف وإيه؟ وتاء، ألف وتاء على إيه؟ على المفرد بتاعه، يعني إيه على المفرد؟ أنا ما غيرتوش أهو، مش دي كلمة الطالب؟ صح؟ طيب، طب والمثنى آخره ألف ونون؟ مش قلنا ده اخره ألف ونون والتاء المربوطة قلبت تاء التاء المربوطة قلبت تاء مفتوحة؟ يبقى المثنى اخره ألف ونون. طب وجمع المؤنث السالم اخره ألف وتاء، اخره ألف وإيه؟ وتاء، اخره ألف وإيه؟ وتاء. يبقى الطالبة
الطالبات اقول عليها الطالبات مجتهدات، الطالبات مجتهدات. الطالبات ها مجتهدات اهي، مجتهد مجتهد مجتهدات، اخرها الف وايه يا حبايبي؟ اخرها الف وتاء. يبقى الطالبات ها بقول عليها ايه؟ بقول عليها جمع مؤنث سالم مرفوع، لا بقول له عليها مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه لانه جمع مؤنث سالم. يبقى هنا ايه بقى كمان اخر حاجه؟ جمع المؤنث، جمع المؤنث. جمع الايه؟ المؤنث. ماشي يا حبايبي؟ يبقى الطالبات هنا ايه؟ جمع مؤنث، يبقى اللي بيرفع بالضمة عندي ثلاثة، المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. يرفع بالألف المثنى فقط، المثنى فقط. فاضل عندي رفع واحد عشان الحلقة ما ايه؟ قبل ما تخلص، الرفع بالواو. يرفع بالواو في حالتين اتنين. أول حاجة جمع المذكر السالم. يعني إيه جمع المذكر؟ بتكلم عن مذكر أهو، يبقى بتكلم عن مفرد مذكر. مفرد إيه؟ مذكر. مفرد مذكر زي إيه مثلا؟ معلم. هو كل المفرد المذكر يبقى جمعه جمع مذكر؟ لا. ولا كل المفرد المؤنث يبقى جمعه جمع مؤنث؟ لا. امال بيبقى جمعه ايه؟ جمع تكسير. جمع التكسير ده شامل مذكر ومؤنث مشترك. طيب هعرف ازاي جمع مذكر السالم من جمع المؤنث السالم؟ سهله. معلم جمعها ايه؟ معلم معلات؟ لا طبعا، معلمون معلمون. عرفنا جمع المذكر السالم بنزود عليه ايه؟ واو ونون على ايه؟ على مفرده اهو، واو ونون أو ياء ونون. وياء ونون دي طبعا في الإعراب هتجيلك تاني إن شاء الله في حلقات إيه؟ في الحلقة مع إيه؟ الجملة الفعلية. معلمون، هو أنا عملت حاجة في المفرد؟ ما عملتش فيه حاجة، ده أنا زودت عليه واو ونون. طيب يبقى نقول إيه؟ المعلمون، هناخدها بقى إيه؟ سيبك من كلمة الطالبة خلاص لغناها، هناخدها بقى جمع إيه؟ مذكر. هناخد له المعلم مجتهد، المعلم المعلم مجتهد. طب المثنى بتاعها ايه؟ المعلمان. لازم في ايه؟ في المثنى يبقى في الف وايه ونون، سواء في المثنى المؤنث او المثنى المذكر. طيب طب جمع المعلم ايه؟ المعلمون. المعلم اهي نفس الكلمة، زاد عليها ايه بقى؟ واو ونون. انت قلت لي ياء ونون يا استاذ، طب ما بزودش ياء ونون واقول المعلمين، ما تنفعش لان في الاعراب ما تنفعش، وهقول لك فيما بعد ان شاء الله في حلقة ايه الجملة الفعلية. المعلمون مالهم؟ مجتهد اهي نفس الكلمة. مش دي مجتهد؟ هزود عليها برضو واو ونون. يبقى اللي بزوده في المبتدا بزوده في الخبر. زودت الف ونون في المثنى في المبتدا بزوده في الخبر. عملت ضم على المبتدا اعمل ضم على الخبر. عملت الف ونون في المثنى اعمل الف ونون في المثنى في المبتدا والخبر. طيب عملت واو ونون في المبتدا في جمع المذكر السالم اعمل برضو واو ونون في الخبر بتاعه. مجتهد وازود عليها واو ايه؟ واو ونون. طيب المعلمون مجتهدون. المعلمون بيقول لي مرفوع وعلامه رفع الواو. ليه الواو ده فيه نون يا استاذ؟ النون دي زائده، النون دي نون زائده، اصل الكلمه واو. المعلمون ليه؟ لان النون دي ممكن تحذف. معلموا المدرسه، معلموا اهي مفيش نون خالص.
زي كلمة ايه؟ يذاكروا، هي اصلها يذاكرون، حذفت النون، فاذا النون دي زائدة تحذف، اما الواو ما تحذفش، يبقى المعلم مو، يبقى هنا ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الواو. ليه بقى علامة رفعه الواو؟ لأنه جمع، لا مش جمع تكسير، ها؟ جمع مذكر سالم، يبقى يرفع بالواو إذا كان جمع مذكر إيه؟ سالم. في كمان عندي رفع بالواو؟ آه في عندي رفع بالواو، في الأسماء الخمسة. فاكرين الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة؟ أب، أخ، حم، زو، فو. اللي مش عارف الأسماء الخمسة، عندي حلقة عن الأسماء الخمسة. أب، مش أبي، أب. أب لما تجمع أو لما أجي أكلم واحد أقول له إيه؟ أخاط بقول له إيه؟ أب. في البيت بقول له عايز أسأل عن أبوه، أقول له إيه؟ ها؟ أبوك. يبقى أب وأخ وحم، حم اللي هو حماكة، أبو الزوجة أو أبو الزوج، وزو وفو، زو ايه وفو، مش هنتكلم في دول دلوقتي طبعا، ماشي. يبقى يرفع بالواو اذا كان جمع مذكر ايه؟ سالم. واذا كان اسم من الاسماء الخمسة او زي ايه؟ ابوك عظيم، أبوك عظيم. أصل الكلمة إيه؟ أب، زاد عليها إيه؟ الواو. يبقى أقول أبوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، ما أقولش لأنه جمع مذكر سالم، لا هو مش جمع مذكر سالم، لأنه إيه بقى؟ ها؟ اسم من الأسماء الخمسة، لأنه إيه؟ اسم من الأسماء الإيه؟ الخمسة أو الستة. الخمسة. وصلت يا حبايبي؟ يبقى يرفع المبتدأ بالضمة إذا كان مفردا أو إذا كان جمع تكسير، ومش كل الكلمات المفردة لما أجمعها تطلع جمع تكسير، المفرد لما أجمعه ممكن يطلع جمع مؤنث سالم، ممكن يطلع جمع مذكر سالم، ممكن يطلع جمع تكسير. هعرفهم إزاي؟ جمع المؤنث السالم، الجمع بتاعه بيبقى آخر بعد المفرد بزود ألف وتاء. المعلمات، المعلمة، المعلمات، الطبيبة، الطبيبات، المهندسة، المهندسات. جمع المؤنث السالم اخره ألف وإيه؟ وتاء. وجمع المذكر السالم اخره واو ونون. المعلمون، المجتهدون، المهندسون، الماهرون، الزارعون، الناجحون، كل دي اخرها واو إيه؟ واو ونون، ماشي. يبقى بالضمة اذا كان مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم يرفع المبتدأ والخبر. الرفع عندي هنا بتكلم عن المبتدا والخبر، يرفع المبتدا والخبر بالالف اذا كان مثنى، والمثنى اخره دايما الف ونون. المعلم يبقى المعلمان، الطالب الطالبان، المجتهد المجتهدان، الناجح الناجحان، الفتاة الفتاتان، ماشي؟ اخرها الف وايه؟ ونون. ويرفع بالواو اذا كان جمع مذكر سالم او ايه تاني يا حبايبي، او اسم من الاسماء الخمسة، ابوك، اخوك، حموك، زو، اخرها واو على طول، معروفة ايه؟ زو خلق، زو خلق، زو خلق، فو، فو اللي هو فمك، فمك، فوك ينطق بالحق، فوك يعني فمك يتحدث بالحق،
فوك يبقى مبتدا، اقول هنا برضو مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو لانه اسم من الاسماء الخمسه. المعلمون مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. المعلم مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه لانه مفرد، لانه ايه؟ مفرد. بالشكل ده انا قدرت الم الجمله الاسميه قدر استطاعتي مع الجمله الفعليه. ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله غدا او بعد غد ان شاء الله نقدر ايه نحاول نوفق ما بين الجملتين برضه. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.